مشاهدينا للتحليل والنقاش ينضم إلينا من واشنطن السفير آدم إيرلي دبلوماسي أمريكي سابق ونائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سابقا. سعادة السفير أهلا بك وشكرا لانضمامك معنا في هذه التغطية. بداية، هل توافق على التوقعات القائلة بأن مجلس النواب حسم بشكل كبير لصالح الجمهوريين وأن الآن التنافس يشتد أكثر على مقاعد مجلس الشيوخ؟ هل هناك أي مجال لمفاجآت يمكن أن تحدث تخالف هذه الاستطلاعات الأخيرة؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال. أعتقد بعد الانتهاء من الانتخابات كل جانب سيجد أسباب للقول أن الأخبار جيدة، ولن نعلم أي شيء بالطبع. نسمعك سعادة السفير، تفضل. لن نعلم أي شيء بالطبع حتى في وقت متأخر، ولكن الديمقراطيون سيربحون بعض السباقات وسيدعون أن هذه أخبار سارة بالنسبة لهم. هل سيحتفظ بمجلس الشيوخ أم لا؟ الأمر قريب للغاية. تقليديا في الانتخابات النصفية حزب الرئيس عادة ما يفقد الكثير من المقاعد في مجلس النواب. ترامب فقد 40 مقعد، أوباما 60 مقعد، كلينتون 50 ربما. فأي شيء أقل من موجة حمراء، بمعنى إذا كان هناك انتصار قليل من قبل الجمهوريين، هذا سينظر إليه الديمقراطيون على أنه انتصار لهم، لأنهم سيقولون انظروا الجمهوريون لم يكتسحوا الكثير من المقاعد ويأخذوها من الديمقراطيين. أعتقد مجلس النواب نتائج الانتخابات ستكون قريبة أكثر مما يعتقد البعض. مجلس الشيوخ هو الجائزة الحقيقية. مجلس الشيوخ له أهمية لأن أعضاء مجلس الشيوخ يؤكدون ويعضدون التعيينات الرئاسية. الرئيس يعين القضاة. صحيح. الجمهوريون إذا أخذوا مجلس الشيوخ سيصعبون الأمر على ديمقراطي من تعيين قضاة ليبراليين في المحكمة العليا أو المحاكم الفيدرالية. هذا بالنسبة للجمهوريين هو الجائزة الكبرى. إذا حصل الجمهوريون على إذا سيطر على مجلس الشيوخ، هذا سيكون أمر سيء للديمقراطيين لأنهم سيفقدون القدرة على تغيير شكل لكل السيناريوهات الممكنة. سعادة السفير آدم إيرلي، شكرا على كل هذه التوضيحات. الآن دعنا نتجاوز هذا الأمر للحديث عن تأثيراته فيما بعد بخصوص السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأيضا الملفات التي يمكن أن تتأثر بتغير النتائج الموجودة عليها حاليا مجلس النواب وحتى في مجلس الشيوخ والكونغرس مجتمعا. هذا سؤال مثير للاهتمام. الملف الأكثر سخونة بالنسبة للسياسة الخارجية الذي يمكن لهذه الانتخابات أن يؤثر عليه هو أوكرانيا، وأقول ذلك لأنه تقليديا السياسة الخارجية الكونغرس ليس لديه الكثير من النفوذ حول السياسة الخارجية، لأن الرئيس لا يحتاج إلى موافقة من الكونغرس ليقوم بأشياء تتعلق بالسياسة الخارجية. الأمر الوحيد الذي يحتاج إليه الرئيس من الكونغرس في السياسة الخارجية إما الموافقة على المعاهدات، ولا يوجد شيء من هذا القبيل الآن. الأمر الآخر هو المساعدات الخارجية والأموال. وفي هذا المنظور وأكبر متلقي للمعاونات الخارجية هي إسرائيل ومصر والأردن وباكستان. الجمهوريون لن يعارضوا ذلك، ولكن بالنسبة لأوكرانيا الأمر مختلف.
الرئيس بايدن جعل الكونغرس يوافق على 8 مليارات دولار لأوكرانيا، ومن خلال ذلك الأموال يقدم مساعدات إنسانية وأسلحة وإمدادات للشعب الأوكراني. لكن الجمهوريون يقولون أنه يجب إعادة ضبط هذه المساعدات وليس إبقائها مفتوحة كما هي عليها الآن إلى أوكرانيا. نعم بالضبط. إذن لو حصل الجمهوريون على سيطرة على مجلس النواب سيقومون بوقف الموافقة على التمويل لأوكرانيا، وهذه ستكون كارثة. أوكرانيا على وشك إخراج القوات الروسية من أوكرانيا، والآن الكونغرس سيقطع خطوط الإمداد عن أوكرانيا. هذا أمر جنوني، ولكن هذا ما قال بعض الجمهوريين أنهم سيفعلوه. طبعا الأمر المثير هنا هو أن مجلس النواب يمكن أن يقول شيء، ولكن مجلس الشيوخ هو قصة مختلفة. إذا لم يوافق مجلس الشيوخ لن يتم تمرير هذا القانون، لن يتم قطع التمويل. إذا سيطر الجمهوريون الديمقراطيون على مجلس الشيوخ سيمنعوا الجمهوريين من فعل ذلك. ميتش ماكونيل زعيم الأقلية قال أنه لا يحبذ قطع المساعدات عن أوكرانيا. إذن سنرى بايدن لن تكون الأمور سهلة بالنسبة له كما حال الحال حتى الآن لو سيطر الجمهوريون على موضوع أوكرانيا. نعم، ماذا عن ملفات أخرى خارجية؟ الصين مثلا، هل تعتقد أن الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس يتقاسمون نفس الرؤية لهذا الملف؟ هناك الكثير من التفاصيل في هذا الملف. هناك عدة معسكرات داخل الحزب الجمهوري. بعض المعسكرات أو الفئات الجمهوريين المحافظين التقليديين وجو بايدن يتفقون حول الصين. بايدن كان أشد غلظة من ترامب فيما يتعلق بالصين، وكثير من الجمهوريين في الكونغرس يتفقون مع بايدن في هذا الصدد ويدعمون ما يقومون به في السياسة الخارجية حول الصين. ولكن هناك أجنحة في الحزب الجمهوري، مارجري تايلر جرين مثلا، شكرا، أو مات جاتس، أو الممثل من أوهايو ونسيت اسمه. هناك أعضاء في الكونغرس لهم نفوذ بغض النظر عما يقوله بايدن. حتى لو قال أن السماء زرقاء سيقولون أن السماء حمراء، لا يهم ما يقوله بايدن. هم سيأخذوا موقف يبرز بايدن على أنه شرير ولأنه شيطاني. أيضا بطبيعة الحال على نوعية وطبيعة الأشخاص الذين أو المترشحين الذين سيفوزون في هذه الانتخابات. على كل حال سعادة السفير آدم إيرلي، شكرا جزيلا لك، الدبلوماسي الأمريكي السابق وأيضا نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية سابقا، كنت معنا من واشنطن، شكرا.